لكن هنا ده يلفت النظر لمساله عناوين سيف المروان. عناوين سيف المروان طويله. في واحد بيستخدم العنوان القصير وفي واحد اجنح يوم وتفكر في العنوان لوحده يوم تاني. يعني لما تلاقي عفيف المطر كاتب لك عنوان مثلا انت واحدها وهي اعضاؤك انتصرت. ده عنوان ديوان له. اقعد بقى فكر في العنوان بس. انا شايف انه عناوين سيف البرواني تتسم بالطول النسبي المتعمد. يعني هو لا يضع هذا بشكل عفوي، هو يتعمد ان يكون العنوان طويلا ليعلق بالذاكره. بمعنى ان ممكن تنسى بعض تفاصيل القصيده او النص او النص النثري كما نقول، لكن لا تستطيع ان تنسى العنوان. لما اقول مثلا في نصوص يمكن ان تتذكرها بالعنوان. لو افتكرت نص مثلا نجيب محفوظ بعنوان اسمتي ونصيبي من نصوص في مجموعته رايت فيما يرى الناس. اسمتي ونصيبي التياران الكبيران في مصر، التيار الاسلامي والتيارات الاخرى. فعمل المساله الوطن في شكل توأم ملتصق. لا يمكن ان تنزع منه اسمتي ولا يمكن ان تنزع منه نصيبي. ولو نزع احدهما لمات الجسد. دي رؤيه نجيب محفوظ لفكره تعايش الفرقاء. ممكن تنسى تفاصيل النص لكن تظل تتذكر العنوان اسمتي ونصيبي. هنا عناوين سيف المرواني تستلفت النظر لانه معظم العناوين عنده تتسم بالطول الذي اشرت اليه. ورغم ان سيف المرواني يتكلم معظم الوقت عن الموسيقى وعن الايقاع وعن العازف لكن لا يستخدم العربي. معنى هذا انه سيف المرواني يبحث عن موسيقى اخرى. يبحث عن ايقاع اخر. بيسموه في عالم قصيده النثر، وانا يعني يمكن من 20 30 سنه قصيده النثر تطورت في مصر ومدارسها تعددت، لكن انا اتحدث عن من يذهب الى قصيده النثر عن قصدي. هم بيقولوا ايقاع الخليل لم يعد يناسبه. وحتى مسمينه اسم رديء، يعني يقولوا عليه ايقاع الطرقات النحاسيه. كانه يعني حاله بدائيه تنتمي الى الانسان القديم. طب انا بخش في سجال مع شعراء قصيده النثر. لما تستبعد العروض الخليلي هذا حق، مش مفروض تقول المبدع يكتب ايه وما يكتبش ايه. لكن لما تستبعد العروض الخليلي لابد ان توجد ليه ايقاعا بديلا، وانت قلت ده. هم بيسموه ايقاع الطقس او الايقاع الوتري. ايقاع تخلق الافكار والصور والنغمات الداخليه. كان للافكار موسيقى. بدل ان تنصت الى ايقاع المفرده انصت معنا الى ايقاع الفكر. هذه المساله. انا لا اشك للحظه ان سيف المرواني محب للايقاع. لو عملت تحليل للديكشن او المعجم بتاعه معظم مفردات سيف المرواني تنتمي الى عالم الموسيقى. ممكن بقى تخت شرقي، ممكن موسيقى سيمفونيه، ممكن، لكن معظم مفرداتي تشي بحبه للموسيقى والغناء. وده واضح تماما فيما يكتب. يبقى معنى هذا ان عاشقا للموسيقى يبحث عن ايقاع جديد، يبقى لابد ان نشاطره الرحله وان نبحث معه عن الايقاع الجديد. بعض مقاطع سيف المرواني فيها نوع من التامل الفلسفي الدسم، وبعضها فيه بساطه مفرطه. كاني امام شخصين يكتبان. موجه ترتفع الى حد التامل الفلسفي او الذهني، واحيانا تنخفض الى حد ان تعانق البسطاء وملح الامر. يعني نزار كان بيراهن على الجماهير، وسيف المرواني فيما اعتقد يراهن ايضا على الجماهير. في عند الاستاذ سيف المرواني، وده اللي انا قلته في الاول، تكريس لاساليب الاستفهام. يطرح لك اسئله كتير جدا ولا يجيب عن سؤال واحد. يعني يقول مثلا يا من اغرقتني او اغرقتني بنظراتك، من انت؟ هل انت المسافر الى واحات الحلم ام المهاجر الى مرافق السرور؟ هيظل يطرح اسئله دون ان يتورط في دوغما اجابات. واحد يقول له طب انت طرحت الاسئله ولماذا لا تجيب؟ هل من وظيفه المبدع ان يجيب؟ لا، من وظيفة المبدع أن يطرح الأسئلة. الإجابة مهمة اجتماعية، مهمة حاضنة اجتماعية.
ولذلك معظم النصوص المهمة سواء كانت سردا أو شعرا أم مسرحا لا تنتمي إلى عالم النهايات المحتومة المعروفة، لكن إلى عالم النهايات المفتوحة. لما أقول مثلا مسرحية سامويل بيكيت التي حيرت النقاد عبر العقود في انتظار جودوت، مسرحية محيرة مع أنها فصلين وكل فصل فيه شخصان يتحاوران، ده واحد بينتظر جودوت والتاني بينتظر جودوت، واحد واثق أن جودوت سيأتي، واحد واثق أنه مفيش حد اسمه جودوت أصلا. ينتهي الفصل الأول دون أن يأتي جودوت، في الفصل الثاني الاثنين تحت نفس الشجر وينتظران جودو، واحد واثق ان جودو سياتي، واحد واثق ان جودو. تنتهي المسرحيه دون ان ياتي جودو. اذا معنى هذا ان صامويل بيكيت طرح السؤال، هل في شخصيه حقيقيه اسمها جودو؟ في مره صحفي، كاتب صحفي والصحفيون دائما مشاكسون، يقولون اسئلتنا التي لا نستطيع ان نقولها، في صحفي شن هجوما شديدا على صامويل بيكيت، قال له أنت أضعت وقتنا في المسرحية، فين جودو؟ فصامويل بيكيت قال له لو أردت أن أحدد جودو لحددت في المسرحية. والفكرة هنا أننا اعتقدنا أن بطل جودو شخص، لا، بطل جودو فكرة، فكرة الانتظار نفسه، وفكرة إيمانية وفكرة إلحادية، لأنه اللي مؤمن بأن جودو سيأتي ده عالم المؤمنين، المؤمن أن جودو ليس موجودا ده عالم الملحدين. وكأن صامويل بيكيت طرحها كنموذج للحالة الإنسانية. فالأصل في المبدعين أنهم يطرحون أسئلة دون إجابات. سيف المرواني هنا يمضي على سنن المبدعين فيطرح أسئلة دون إجابات. في عند الأستاذ سيف المرواني نبضة تفاؤلية لا تمت بصلة للعصر، ولا بد أن أقول هذا، كأن العالم ليس فيه حروب، ليس فيه صراعات، حتى العالم المرسوم في الديوان أو المرسوم في الكتاب عالم لا يوجد فيه إلا العاشقات، مفيش شخصيات تانية، مفيش هتلر، مفيش موسولين، مفيش الروهانجي، مفيش مذابح، مفيش صراعات. هل ده عالم يخص سيف المرواني أم أن هذا هو عالم الرومانتيكيين؟ يعني ستيفن سبيندر كان عمل دراسة عن الأدب الرومانتيكي واتكلم عن هذه الفكرة، رومانتيك سوليتيود، العزلة الرومانتيكية. كل الرومانتيكيين كانوا يعانون هذه العزلة، وعندهم هذه الأمنية أن يخلو العالم من الناس جميعا إلا من العاشقين. فأنت لما تقرأ 37 نص، لا وجود إلا للعاشقين، مفيش أي شخصية ثالثة تدخل إليه.